اتعرضت المطربة بوسي لأزمات كتير في حياتها، ومن بينها علاقتها بوالدها وجوازتها الاتنين. طيب ايه تفاصيل علاقة بوسي بوالدها؟ وليه ما حضرتش جنازته؟ وايه تفاصيل جوازتها الاولى؟ وايه علاقة كريم محمود عبد العزيز بانفصالهم؟ ومين زوجها التاني؟ وهل فعلا خطفته من زوجته الاولى؟ وليه كمان انفصلوا عن بعض؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اتولدت بوسي يوم 1 سبتمبر سنة 1981 في الزقازيق. اسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان أمين، ووالدها انفصل عن والدتها وهي عندها شهرين، وبسبب ظروفها المادية الصعبة اشتغلت مطربة في الملاهي الليلية والأفراح الشعبية. وقتها كان عندها 14 سنة. خلال الفترة دي اتعرفت على فاطين سعيد، واللي كان متعهد الحفلات بتاعتها. نشأت بينهم قصة حب قوية واتجوزوا، ورزقت منه بابنها الوحيد ياسين. بعد فترة قررت بوسي تسافر القاهرة عشان تحقق نجاح أكبر في شغلها، وفعلا اتعرض عليها تغني أغنية آه يا دنيا في فيلم الألماني سنة 2012، وحققت الأغنية دي نجاح كبير جدا، وحققت لبوسي شهرة كبيرة، وكانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الغنى والتمثيل. وحصلت خلافات كتيرة بينها وبين جوزها فاطين سنة 2015، ولما اكتشفت خيانته ليها أكتر من مرة، الخلافات وصلت بينهم للضرب، فقررت ترفع قضية خلع ضده. لكن فاطين نفى كلام بوسي وأكد إنها اتغيرت بعد الشهرة وكانت عاوزة تتخلص منه بأي طريقة، فلفقت له قضية حيازة سلاح أبيض وممنوعات، وقال انه اكتشف حبها من طرف واحد لكريم محمود عبد العزيز وهما بيصوروا فيلم عمر وسلوى. وقال كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وكان بيحاول يخليها ما تتكسفش من الكاميرا، لكن بوسي بدات تتوهم بحاجات تانية وانه ممكن يبقى في قصه حب بينهم، فانتهت قضيه الخلع لصالح بوسي وانفصلت عن فاطين. وتعرضت بوسي لازمه تانية بعد ما ظهر والدها فجاه ونشر فيديوهات على السوشيال ميديا بيشتكي فيها من جحودها ورفضها مساعدته بالرغم من مشاكله الصحية واحتياجه لعملية جراحية في عينه، وأكد إنها رفضت تساعده ماديا وعملت له حظر على رقمه على التليفون، وهو بقى راجل مسن ومش قادر يشتغل، وإنه قرب يمد إيده للناس. وتعرضت ساعتها بوسي لهجوم شديد جدا من نشطاء السوشيال ميديا، لكنها ردت وقالت إن علاقتها بوالدها اتقطعت من صغرها، وإنه ما كانش بيصرف عليهم ولا حتى بيحاول يشوفهم، وده اللي خلاها تشتغل من صغرها عشان تقدر تصرف على نفسها. ومع ذلك فهي كانت بتبعت له فلوس من وقت التاني، وعشان كده اتفاجئت من كلامه واكدت ان في حد هو اللي سلطه يعمل كده عشان يحاربها. وبعد فتره رحل والد بوسي، وكانت الصدمه انها ما راحتش جنازته وما كتبتش نعي ليه على حساباتها على السوشيال ميديا، وده طبعا عرضها للهجوم مره تانية. لكن بوسي اكدت ان بعض افراد عائلتها كانوا عاوزين يحرجوها فاخفوا عنها خبر رحيل والدها لمده يومين، ونفت كل اللي اتقال انه رحل وهو غضبان عليها، واكدت انهم اتصالحوا قبل رحيله بفتره وانها ملتزمه بسداد ديون والدها. واتجوزت بوسي للمرة التانية في شهر مايو سنة 2022 من مصفف الشعر هشام ربيع، وتعرضت بوسي بسبب الجوازة دي لهجوم شديد جدا بعد ما كشفت منى محمد الزوجة الأولى لهشام ربيع إن بوسي خاطفت جوزها منها وإنه طلقها بسبب علاقته ببوسي. لكن بعد 3 شهور من جوازه من بوسي رجع زوجته الأولى على ذمته، واللي أكدت إن هشام هو اللي أقنعها إنها ترجع له عشان أولادهم الأربعة، ووعدها إنه هينفصل عن بوسي. لما عرفت بوسي طبعا عملت خناقة كبيرة جدا مع هشام، حذفت صورها معاه من حساباتها على السوشيال ميديا ولغت متابعته على انستجرام، والجميع توقعوا انفصالهم. لكن بعد يومين رجعت بوسي نشرت صورها مع جوزها تاني عشان تأكد ان جوازهم لسه مستمر، وقالت بوسي انها وافقت على رجوع جوزها لمراته الاولى علشان خاطر ولاده، ونشرت صور ليها في احضان زوجها عشان تغيظ ضرتها، فردت عليها ضرتها بنشر صور ليها برضو مع جوزها اثناء ادائهم العمره. وفي شهر يونيو 2023 اتقبض على هشام ربيع بعد ما اتهمه بوسي فاطين سعيد بانه سرق شيكات وايصالات امانه بقيمه 8 مليون جنيه منه. وبعدها بشهر واحد رحل طليق بوسي والد ابنها بشكل مفاجئ، وقالت اخته انه مات من القهر بعد اللي بوسي عملته فيه، وانها لفقت له تهم زور عشان تستولى على امواله وتسببت في حبسه. في شهر نوفمبر 2023 صدر حكم ببراءه هشام ربيع، وبعد ايام قليله من الافراج عنه انفصل عن بوسي، وكشف هشام سبب الانفصال، وقال انه اتفاجئ بتخليها عنه وانها ما وقفتش جنبه في ازمته بالرغم انه سجنه كان دفاعا عنها ولانه كان بيحاول يحميها من التعرض للاستغلال. واكد ان انفصاله عن بوسي تم بهدوء بعد اقل من سنتين من جوازهم، وانه هيركز حاليا على عيش حياه هاديه ومستقره مع زوجته الاولى وام اولاده.